ننتقل إلى الآن لموضوعنا الأخير، حيث شهدت المطارات الأمريكية الأسبوع الماضي شبه انتفاضة بسبب آلات المسح الضوئي التي تظهر الجسم عاريا، في حين يواجه الرافضون للآلة أيدي مسؤولي الأمن في المطار التي تتحسس كل مليمتر من أجسامهم. قبل النقاش نتابع تقريرا مرة أخرى للزميلة وجد وقفي. نتيجة واحدة أفرزتها الإجراءات الأمنية الجديدة في كبرى المطارات الأمريكية حتى الآن، وهي مشاعر الغضب والحرج والإحباط لدى المسافرين. فأجهزة المسح الضوئي الجديدة تكشف تفاصيل أعضاء الجسد، ومن يرفض التعرض لها يتم إخضاعه لتفتيش جسدي دقيق قد يخدش حياء المسافر. مسؤولو أمن المطارات عمدوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى شرح الجدوى من الإجراءات الجديدة. لدى المسافر الخيار بطلب أن يكون التفتيش الجسدي الدقيق في غرفة معزولة بوجود شخص يختاره بحرية. منظمات الحقوق المدنية عارضت الإجراءات الجديدة لكونها تنتهك خصوصية الأفراد، وللسبب ذاته قوبلت الإجراءات الجديدة بالانتقاد حتى من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية. Not if I could avoid it. No, I mean who would? وقد حذر أطباء من المخاطر الصحية لأجهزة المسح الضوئي الجديدة لأنها تحتوي على إشعاعات مكثفة قد تظهر آثارها الصحية بعد 10 سنوات. الأمريكيون مستعدون للقبول بالإجراءات الأمنية لو أنها توفر الأمن لهم بالمقابل، لكن المشكلة هي أن التقارير الحكومية تشير إلى أن الإجراءات لا تجعلنا أكثر أمنا، فنحن إذن نتخلى عن الخصوصية والكرامة ولا نحصل بالضرورة على الأمن. وروى مسافرون قصصا مروعة تسببت بها الإجراءات الجديدة منذ فرضها الأسبوع الماضي، فأحد الناجين من سرطان المثانة قال إن موظفي أمن المطارات تركوه يجهش بالبكاء بسبب شعوره بالحرج بعد أن حذرهم من أن أي تفتيش دقيق قد يؤدي إلى قطع أنبوب الكيس المخصص لجمع البول، لكنهم لم يكترثوا بتوسلاته لهم. كنت مبللا في غرفة مع غرباء وملابس الداخلية على الأرض. وزارة الأمن الداخلي ذكرت بأن أجهزة المسح الضوئي الجديدة موجودة في قرابة 70 مطارا، وبأن عمليات التفتيش الجسدي الدقيق تشمل كل المسافرين داخل المطارات الأمريكية. تطبيق الإجراءات الجديدة داخل المطارات الأمريكية جاء في موسم يعد الأكثر ازدحاما خلال العام بسبب عطل الأعياد، وفي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات الحقوقية على أن الإجراءات انتهاك صارخ للبند الرابع حول خصوصية الأفراد في الدستور الأمريكي، تصر إدارة باراك أوباما على وجوب الاستمرار في الإجراءات الجديدة. وجد وقفي الجزيرة من أمام مطار ريغان ناشونال بواشنطن. خليل، هل جاء دور الأمريكيين لتذوق ما تعود عليه المسافرون العرب والمسلمين في المطارات الأمريكية؟ أعتقد ذلك. من الواضح أن هناك تخبط في إجراءات الأمن المطارات في الولايات المتحدة، بالرغم من إنشاء أكبر وزارة في الولايات المتحدة للأمن الداخلي، ما زال الحكومة الأمريكية ما زالت تتخبط لا تدري ماذا تفعل. ثانيا، بسبب عدم وجود خبرة تاريخية للأمن الداخلي هنا في الولايات المتحدة. ثانيا، والقضية الأهم هي أن الشعب الأمريكي غير مقتنع أن هذه الإجراءات ضرورية. الشعب الأمريكي مستعد كما شاهدنا في استطلاعات الرأي العام من أيام 11 سبتمبر حتى اليوم، مستعد أن يضحي ببعض الحريات المدنية مقابل الأمن الشخصي، ولكن هذه الأمور يعني هذه الإجراءات لا ليس هناك من إثبات أنها في الواقع تحقق الأمن الشخصي، ولم يسبق لها أبدا أن أتت أكلها في المطارات، لم يسبق أن اعتقل أحد أو ومن هنا هذه الانتفاضة الشعبية. إذن قبل أن أتمم، أخذنا بعض العينات من مسافرين أمريكيين في مطار واشنطن هنا ليلة عيد الشكر الذي يعرف أكبر كثافة في السفر هنا في الولايات المتحدة. إنها أمور منغصة بعد الشيء ولا شك في ذلك، ولكنها تعطي إحساسا بالأمان في نفوس أغلب الناس ولا أرى فيها أي مشكلة. هذه مسرحية، لم أسمع أبدا أنهم غثروا على أي شيء، وأتساءل دائما إذا كان الأمر كذلك. هذا يمثل نجاحا للإرهابيين، لقد استطاعوا تعقيد حياتنا، ولا أعتقد أن كل هذا ضروري. تميم، المفارقة
رد فعل الجمهوريين. الديمقراطيين حكومة تقدمية بين مزدوجتين كانت تعارض الرئيس بوش لأنه قلم وقلص الحقوق المدنية للأمريكيين بدعوى مكافحة إرهاب. الجمهوريون وظفوا الإرهاب خلال 8 سنوات، والآن انعكست الآية بين ليلة وضحاها. الديمقراطيون مع تشديد الإجراءات، الجمهوريون ضدها بحكم الدفاع عن الخصوصية الشخصية. مرة أخرى الاعتدال ضعف، محاولة أوباما أن يعوض. هو عم بيخرج من العراق، عنده بعض المواقف اللي الجمهوريين بيتهموه فيها بالنعومة في السياسة الخارجية، فبده يعوض ويظهر أنه قوي وشديد في حفظ أمن الأمريكان، فعمل هاي المهزلة. وهذا اللي عم بيصير استمرار في منهجية الظن أن المشكلة أمنية مش سياسية. الخوف الذي يشعر به الأمريكان سببه الظلم الذي تمارسه الولايات المتحدة في العالم وخاصة في منطقتنا. إن لم تجد حلا سياسيا لذلك، فإن يعني القدرة البشر على أن يكونوا خلاقين ومبتكرين في وسائل لأذية الولايات المتحدة ستستمر. نعم. وستضطر الولايات المتحدة أن تصبح أكثر أيضا إبداعا في وسائل حماية نفسها منهم، وبالتالي تقييد نفسها وتعذيب مواطنيها وبهدلتهم بهذه الطريقة اللي أنت شايفها. المنهجية نفسها غلط، سواء في اعتداله وقربه من اليمين وهذا التشدد، أو في إصراره على أن المشكلة مع الولايات المتحدة هي مشكلة أمنية بالأساس مش مشكلة سياسية. نعم. بالنسبة للدكتور أسعد، هل توافق الدكتور تميم أن المسألة سياسية وأن الولايات المتحدة دفنت رأسها في التراب منذ 11 سبتمبر ورفضت الحديث عن أسباب الإرهاب عوض معالجة بعض أعراضه أو محاولة الدرء منه؟ يعني أتفق في ذلك. هذه إجراءات سياسية، محاولة من أوباما يعني للتقرب من هاجس الأمن عند الكثير من الجمهور الأمريكي، ويبدو أن هذا الإجراء يعني أدى إلى ردود فعل معاكسة. ولكن يعني أنا يصيبني بالحنق هذه النقمة الأمريكية الشعبية العارمة. باختصار شديد يعني لهذا الوقت، يعني ما يتعرض له الشعب الأمريكي هو ما يتعرض له العرب والمسلمين والمسلمات في أمريكا منذ 80 سنوات، ليس هذا بالأمر الجديد. شكرا دكتور أسعد. في نهاية هذه الحلقة أود أن أشكر ضيوفي الدكاترة خليل جهشان أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بيبرلاين، وتميم البرغوثي أستاذ العلوم السياسية هنا في واشنطن في جامعة جورجتاون، وأسعد أبو خليل أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا. كما أشكركم والزملاء الذين ساهموا في إنجاز هذه الحلقة، خاصة الزميلة دينا تكروري منتجة البرنامج وباقي الزملاء في الدوحة وواشنطن. وإلى اللقاء.